عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. الهلالي شكرا يا الهلالي، واصل ابداعاته وتألقه في كل مساء مع هجن العاصفة، وبالذات في هذا المساء. المركز الثاني 9:16، ست اجزاء من الثانية، تانين وناموس للهجنة العاصبة والشاهينين اللي وصلتنا من هجنة العاصبة على المركز الثاني. شكرا يا الهلالي. المركز الثالث 9:16، 7 اجزاء من الثانية الشاهينية اللي وصلتنا على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد برايد المكتوم. تهانينا وناموس لغانم بن سعيد بن سالم، تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية في هذه الانطلاقة وانطلاقة شوطنا. هنا المنطلق هو الشوط السادس في مجموعة الأشواط، وشوطنا السادس الخاص بانطلاقة الإذاعة القعدان هجن أصحاب السمو الشوخ في أرضية هذا الميدان في هذه الأمسية التراثية الجميلة. ومسافة 6 كيلومترات نسير مع صدارة، نتابع فجاج المنطلق على صدارة هذا الشوط من هجن الغرافة بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي، من يتابعه على المركز الأول. بينما المركز الثاني بركان لسمو الشيخ محمد بن ذيابسي بن محمد آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين، يأتينا هناك وقار، هنا وقار لسمو الشيخ نهيان بن ذيابسي بن محمد آل نهيان، هو الصادق فضل الأمين من يتابعه على المركز هنا. إذن الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع والمنطلق على رابع المراكز شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الخامس مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهيد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة لقتبي. وسادس مراكزنا يأتينا هنا شامان من هجن صيح السلام بقيادة عبيد بن حمد بن شنان المري في التضمير، وعلى المركز السابع سابع مراكزنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى ثامن المراكز والمنطلق بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الأسد من هجن صيح السلام بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، من يأتينا على ثامن المراكز. والمركز التاسع شاهين هجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن ماهيد الخيلي في تضميرة، وعاشر مراكزنا المنطلق شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة غانم بن سعيد بن سالم. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، نهى على حضراتكم بهذا الانطلاق وبهذا الأداء للمراكز العشرة الأولى. لنا عودة مشاهدينا الكرام، من تتابعوننا عبر دبي ريسينج الناقلة لهذا الحدث المميز من أرضية تحفة ميادين السباق ميدان المرموم، وإلى صدارة وإلى رأس حربة هذا الشوط هو فجاج المنطلق على صدارة على المقدمة والمركز الأول من هجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، من يتابع على المقدمة وعلى المركز الأول. أرى العاصفة وهجنها قادمة هنا أيضا مع شاهين وقيادة غياث الهلالي من يتابع على المركز الثاني، بينما بركان على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذيابسي بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين في التضمير. المركز الرابع يأتي وقار على المركز الرابع لسمو الشيخ نهيان بن ذيابسي بن محمد آل نهيان، ومتابعة هنا صادق من فضل الأمين. وخامس مراكزنا شامان المنطلق على المركز الخامس، شامان هنا
من هجن سيح السلام بقيادة العمدة عبيد بن حمد بن شنان المري في المتابعة والتضمير. وعلى سادس مراكزنا ياتي شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. المركز السابع ياتينا مهيض على المركز السابع لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة هنا المضمر محمد بن سعيد بن حلوة لقتبي. ومن الجانب الآخر أرى شاهين المتسلل لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحد فرساننا هنا المضمرين غانم بن سعيد بن سالم من يتابع هذا الانطلاق والتحدي القادم. شاهين من الجانب الآخر من هجن سيح السلام بقيادة أحد الشباب عبد الله بن فعيل بالهايري من يتابع هذا الانطلاق والأداء. هنا القدوم من شاهين هجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطرب مايد لخيلي وتاسع المراكز. شاهين من الجانب الآخر من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وعلى المركز العاشر الأسد من هجن سيح السلام بقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه هي النتيجة وثاني ندى للمراكز العشرة الأولى. نهى على حضاراتكم في هذه المسيرة، في هذه الاندفاع، في هذه التحديات من هجن أصحاب السمو الشيوخ من هذه الهجن العتية التي تشارك لنيل الفوز ونيل الناموس. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى الثنائية التنافس الجميل هنا بين هجن الغرافة وبين هجن العاصفة. هناك فجاج على الصدارة والغرافة القادمة من الغرافة من دولة قطر الشقيقة تشاركنا على أرضية هذا الميدان. ومرحبا بالجميع في دارهم، دار آل مكتوم الكرام، بمتابعة هنا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. بينما العاصفة من تتسلل مع شاهين هنا بهذا الانطلاق بين الضيف والمستضيف هنا على أرضية الميدان والمنافسة. شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يتسلل إلى صدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. المركز الثاني وصل شاهين هجن سيح السلام بقيادة عبد الله بن فعيل بالهايري من يقدم بهذا الانطلاق والأداء المميز. شاهين على المركز الرابع، هناك المنطلق من السياق الخارجي هنا شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة أحد الفرسان هنا المتميزين فرسان القدرة غانم بن سعيد بن سالم من يتابع بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل. وصل شمان هنا لهجن سيح السلام بقيادة عبيد بن حمد بن شنان، والقادم شاهين مع الكيلومتر الأخير هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وعلى المركز السادس المنطلق بهذه اللحظات الأسد هجن سيح السلام، ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد. وصل هملول بأول ندى لهملول هنا من هجن سيح السلام بقيادة المتعب هنا في التضمير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ولكن الصدور صدارة عاصفية، الصدارة عاصفية حتى هذه اللحظات بانطلاقة شاهين على الصدارة. شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول منطلق بصدارة هذا الشوط هجن العاصفة مع غياث الهلالي. زاد من سرعته، عاد فجاج من هجن الغرافة هنا على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين هجن سيح السلام، والقادم شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بسعيد المكتوم. ولكن الصدارة الله شاهين وفجاج، فجاج وشاهين، الله المتسلل فجاج في هذه اللحظات. فجاج من ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول. سلام للغرافة، سلامة على انتزاع فجاج ناموسي هذا الشوط من هجن الغرافة. تهانينا وناموسي على هذا الفوز. شكرا سالم بن عامر مدهوشي. المركز الثاني شاهين هجن العاصفة، المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان
بن محمد بن راهل بن سعود مكتوم. المركز الرابع وصل شاهين من هجن سعد السلام. المركز الخامس شاهين من هجن العاصفة. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا في هذا الانطلاق والأداء المميز الجميل. 9:16 ثلاثا من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل بهذا الانطلاق والتحدي مع فجاج. هنا أيضا من هجن هنا أيضا الغرافة بقيادة سالم بن عامر المدهوشي. 9:17 جزئين من الثانية. هنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلال. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث أتانا شاهين على المركز الثالث هنا بهذا الانطلاق والتحدي. 9:17 أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن رابط مكتوم. شكرا غانم بن سعيد بن سالم. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا.